بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله جميعا. وبعد درس جديد من دروسي صريح رواية واش من طريق الشاطبي، وقفنا عند قوله تعالى يقول أئنك لمن المصدقين. طبعا التحقيق الأولى والتسهيل الثانية بين بين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون. طبعا التحقيق الأولى والتسهيل الثانية بين بين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة. وعظاما إنا نقل حركة مثل الساكنة قبلها. طبعا نافع قرأ بالاستفهام في الموضع الأول وبالإخبار في الموضع الثاني. الاستفهام في أيذا والإخبار في إن لمدينون. قال هل أنتم مطلعون، هل أنتم نقل حركة مثل الساكنة قبلها. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. فاطلع لام مفتوحة قبلها طاء مفتوحة غلظ اللام. فرآه تقليل الراء والهمزة معا، وفرآه بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة. فعلى التقليل في الراء والهمزة لنا ثلاثة البدل. سواء مد متصل في الإشباع، فعلى القصر في فرآه لنا في الجحيم ثلاثة العارض. وعلى التوسط البدل في فرآه لنا في الجحيم التوسط والإشباع. وعلى إشباع البدل في فرآه لنا في الجحيم الإشباع كذلك. قال تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. لترديني ولولا في الوصل نقرأ بياء زائدة، وفي الوقف نقف لتردين بالإسكان بدون ياء. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. لولا نقل حركة مزيد الساكنة قبلها، وفيها ذات ياء فيها الفتح والتقليل. فعلى الفتح لنا في العارض بمعذبين ثلاثة العارض، وعلى التقليل في لولا لنا في العارض التوسط والإشباع. إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. خير راء مضمومة قبل ياء ساكنة تلقى قراء. نزل نم نقل حركة همزة إلى الساكنة قبلها. إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. في مد منفصل في الإشباع. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. رؤوس بدر في الأوجه الثلاثة المعروفة. طبعا على قصر بدل في رؤوس لنا في الشياطين ثلاثة العارض. وعلى التوسط البدل التوسط الإشباع في العارض. وعلى إشباع البدل الإشباع في العارض. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. لآكلون وفمالئون بدلان فيهما الأوجه الثلاثة المعروفة. فعلى قصر بدل في الموضعين لنا في البطون ثلاثة العارض. وعلى التوسط البدل التوسط والإشباع في العارض. وعلى إشباع البدل الإشباع في العارض. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. إنهم ألفوا آباءهم ضالين. إنهم ألفوا صلت من الجمع وهو من قبيل مد منفصل في الإشباع. ألفوا آباءهم نقل حركة لمزة إلى الساكنة قبلها. طبعا هو بدل مغير بالنقل لأن آباءهم بدل. آباءهم فيه مد متصل في الإشباع. ضالين هذا مد كلمي لازم متقل في الإشباع. فعلى قصر بدل في آبائهم أو في ألف وباءهم لنا في ضالين ثلاثة العارض. وعلى التوسط البدل التوسط والإشباع في العارض. وعلى إشباع البدل الإشباع في العارض. فهم على آثارهم يهرعون. على آثارهم مد منفصل في الإشباع. آثارهم بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة وفيه التقليل قولا واحدا. فعلى قصر بدل في آثارهم لنا في يهرعون ثلاثة العارض. وعلى توسط البدل التوسط الإشباع في العارض. وعلى إشباع البدل الإشباع في العارض. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. ولقد ضل إدغام الدال في الضاد. قبلهم أكثر صلة من الجمع وهو من قبيل المد المنفصل. الأولين نقل حركة مد إلى الساكنة قبلها. ولقد أرسلنا فيهم منذرين. ولقد أرسلنا نقل حركة مد إلى الساكنة قبلها. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. نادانا من دوت داء في فتح وتقف وجهان. فعلى الفتح في نادانا لنا في المجيبون ثلاثة العارض. وعلى التوسط وعلى التقليد بين بين لنا في العارض للسكون التوسط والإشباع. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. بهذا نكون أنهينا ما في هذا الوجه. والعلم عند الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.